تشهد مكاتب البريد خلال الفترة الأخيرة منذ دخول الشهر الفضيل اكتظاظاً وطوابيراً طويلة، وتحسباً لاقتراب عيد الفطر، زادت حدة هذه الظاهرة بسبب نقص في السيولة المالية والتعطل المتكرر للموزعات الآلية. جست واحد ثلاثة ولا أربعة لي بوست، لقيت لاكومبرومون، الموزعين الآلية ما يخدموش، السيولة ما كاش، يسمى حالة كارثية سيرتو بالنسبة للعيد على الأبواب كامل. السيولة المالية هذه في كل مناسبة، في كل مناسبة نصيبوا هذا المشكل، كل مناسبة يجي هذا المشكل. اللي المواطن يجبد السيولة تاعو، وبالنسبة لي بوست ما يكفيش، مهما يوفروا يقول لك ما نقدرش نوفروا لهم كامل. ورغم حديث الوزارة المعنية في كل مرة عن إجراءات وتدابير لحل هذا المشكل المناسباتي، إلا أن المواطن يبقى يواصل رحلته من مركز لآخر تجنبا لهذه الطوابير. هم صح يقولوا درنا تدابير درنا إجراءات، بصح كي تجي في الواقع مام لي زاجون تسيبهم قلال، تلقاهم في كاين شي واحد ولا زوج يخدموا، ما يساعدش المواطن. تعاني الجزائر منذ سنوات من وباء نقص السيولة في مراكز البريد عبر الوطن، خصوصا مع اقتراب المناسبات والتي تكثر فيها المصاريف كالأعياد ورمضان وعطلة الصيف، رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير للحد من هذا المشكل.